يو السلام عليكم يوتيوب، معكم الريد لاين في ريد ديد ريدمشن اون لين. ليسونسيال ليكيب، هذا الفيديو سبيسيال تاع لابينش صيد السمك. غادي نروح كاع الوديان و البقع كاع اللي كاين، المنطقة نصيد الحوت، نصيدو من ثم حوتة ونشوفو النوع تاع الحوت اللي كاين في دوك البلايص. كيما راكم تشوفوا رانا في هذا البلاصه، ديجا نبدا منا. فوالا نبدا منا، شوفوا شنو النوع تاع الحوت اللي كاين في هذه البقعه. غادي نتستيو، ديجا راني نشوف الفعا غادي هنا. هذه ريفيير، نديرو اللور تاع ريفيير. ها وين هذا اللور تاع ريفيير؟ غازي ون لازم نكون شويه صابورين ونشوفوا كيش ما نحكموا. غادي ندور كاع وما نلقى بقعه تاع ماء، واد، براج، وما جات روحوا تما نصيدوا الحوت تاعنا ونشوفوا واش كاين. اي اللي جاتني هنا في هذا البلاصه يبدينا منها. راني نشوف الحوت هنا يدي بوجي، مي جاب لي ربي هذا حوت صغير. يا ربي هذا حوت صغير، راني نشوفو. وي هذا حوت صغير، مي ها راهي وين حوت كبيره. كاين حوت كبيره، فوالا حكمت لنا وحده. هذه باينه كبيره، هذه على حسب الكنابيش كنابات كي راهي تعوج كيما هكا تما، كبيره وثقيله. هيا كنت كنت تخبط كيما هكا ما يلقش نجبد، الا قلنا نبلوكي لها الخيط ما يلقش يجبد لي الخيط. ونصبروا لها غير حبه حبه دوك نجيبوها. وانا مي تقعد تخبط هكا هي تريزيستي، نتبدوها غير بشويه ثاني تلحق لعندنا. هي راهي تبان عملاق الحوت، وحش ارواح. وراك رايح ولي هي مقوت ثقيله عيا ما طاكش يجبدها يكي داير داير واه كي داير با 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 با. نبريزونتي لكم الحوت الاولى، باربو دو ريفيير، يوزن 6.63 كيلو. انا نحتفظ به، نديه نبيعو للبوشري. هذه حوته كبيرة، ليسونسيال زارة كاين شوية الحوت هنايا. دوك نصيد نشوف شا كاين كاع. شادي نديها معايا نبيعها للبوشري. نزيد نشوف شا كاين. راهي واحدة أخرى. نجيبوها غير حبة حبة ونشوفو. سونسيال ليكيب، إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديرولنا جيم ابوني وخلونا كومنتير باه نعرفو رايكم. فوالا ها واعرة، هذه هذه واعرة. هذه جاب لي ربي ثقيلة على اللولة. هذه اني خايف تقطع لي الخيط.
يجيبوها حبه حبوسه ينصبروا لها صاي. هنا يتبان كبيره على الاولى هذه. ها شيل قطايه خيط ايه روحي ما با 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 لولا 6 كيلو هذه شحال هذه باربي دريفير 7 كيلو يا درا يا درا اي خليها هذه على هذه وخلي هذه يلا شوفوا الحوت الاخر اللي كاين الصغير ليسونسييل اللي كيبان نفهمكم هذا اللور هذا تاع الحوت الكبير واللور هذا اللي راه الفوق تاع الحوت الصغير نسيي ندير المايس خاطش نورمالمون على حسب ما فهمت كاين واحد النوع تاع الحوت يموت على المايس يبغي المايس نسيي نصيدو بالمايس نشوفو الا راه هنا في هذا البلاصة نجيبوه على ربي فوالا ديجا حكمنا وحدة هذا نورمالمون صغير غادي نجبدو رابيد فوالا حوت صغير تيجو نقدر نجبدو رابيد ابار الكبير اللي شوية ريسك نو ماشي هذا اللي راني نحوس عليه لا هاتي هذا نقارديه بصح 566 غرام ناودو ناودو بلكش من القهوة عفسة شابة ولا هنا راه كاين غير الصغير هذاك ومن هنا هذاك الكبير اسكو هذاك يوزن اكثر من اللي كان عندي ولا لا اروح تشوف بدل اللور نسيني نقدر ديك الكبيرة هذيك سيين نقلبو هذيك الكبيرة اللي راهي منا راهي تبعت او 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 هذي قاع وحدة اخرى هذي وحدة اخرى هذي ماشي اللي شفتها شيل الحوتي هذا روح تشوف اها هذه واعره هذه جيب لي ربي ثقيله اللي راهي عندي نجيبوها حبه حبه صغير يتبان صغير على الاولى والله اعلم يتبان صغير على الاولى هذيك رجعت الاخرى سبعة كيلو هذي شحال هذي 8 كيلو ارواح 8 كيلو نديها واش ندير العود تاعي لا تباني تشوى بو جمعة تباني روح نبيع الحوت هذا اللي راه عندي ليسونسييل هذا الحوت صيدته ونوريكم الخريطة وين صيدته في هذا المكان ها وين صيدته هنا الحوت هذا تاع ضروك صيدته في هذا البلاصة هاي وين في سان دينيس فوق شوية هاي وين البلاصة ليسونسييل روح نبيع هذا الحوت هنا هاوينا عند البوشري بيو الحوت هنا
ايوه نبدل البلاصه ونشوفوا بار اكزومبل. نروح هنا، نروح لهذه لا كراس هذه ونشوف واش كاين. اجي تنمحي الاخر، نروح لا كراس ونشوف واش كاين. ليسونسيال ليكيب نتلاقاو في لا كراس، غادي في المونتاج نكوبي الفيديو نتلاقاو في داك الوين هذاك لا كراس هذا. تو تالير، عن بعد شوي. بان فوالا ليكيب، رانا في هذيك لاكراس هذيك لاكرا، هاي وينا رانا اكزاكت هنا في هاد البلاصة، ها وينا ليسونسيال ليكيب. نبروفيتي بزاف رو ماركيتهم في ريد ديد اونلاين، ما يعرفوش يبيشي، ما يعرفوش كيفاش يستعملو كاناباش وكيفاش يبيشي. ديركم تيتوريال خفيف ليسونسيال بات تفهمو. كاين هاد لي لو هاومين الفوق، تعبز على من تختار الكنابيش تاعك. لا صبرتو نعاود لكم كلشي من جديد، ونعاود لكم كلشي من جديد باش تفهموني. هذا تيتوريال كاع ازيرو، فوالا هاكا ماني رافدوالو في يديا. نعبز طاب، ندير ار، نختار الكنابيش هاوينا. الا ما لقيتش كنابيش هاكا نعبز او ولا ا، هذه في البي سي ليسونسيال هذه نبدلها. ايوه نختار الكنابي تاعي، نرفدها في يدي. من تختار كنابي يكتب لك الفوق البلاصه هذه شتي، اسكو وورد ولا لايك ولا كيش عارف. صح كيما راني هنا ماري، اسمها ماري، ماري نورمالمون كاين لور سبيسيال تاع الماري. ها هو بينا لي لور، لي لور تاع الحوت الكبير. الحوت الكبير هذا الا نختار تاع الماري، هذا لور دو لاك هايوينا، لور دو ماري هايوينا، هذا لور دو ماري. هذا باه تصيد الحوت الكبير، وهنا الفوق باه تصيد الحوت الصغير. هذا تاع الحوت الصغير ولا موايان، ليسونسيال حنا نسيو نصيدو الحوت الكبير. واه باه نعرف اسكو كاين حوت كبير ولا لا. نعبز للكادنا اللي في الكلافي اللي تحت الطاب. ايو نفيريفي، وكيما راني نشوف كيما هكا مكاينش حوت كبير، كاين غير حوت صغير. صح معليش نسيو كيش نقيس كنابيش تاعي ابي بري انفيزيبل، مكاين هذا المفرقع تاعنا. ايو نتيري، نطلق لاسوري اللي تيري. نبدا نجبد في الخيط غير بالسياسة، سوا نقعد معبز اسباس باه نجبد، سوا بلا رولا تاع لاسولي. نبدا نجبد في الخيط غير بالسياسة، فوالا حتى اللي الحوت ياكل. بور لانستون ماهوش ياكل باسكو مكاش حوت كبير. دونك الى قنبدل اللور، ابي بري اللي حكت حتى لهنا مكاش حوت كبير كلا، راه كاين غير الحوت الصغير. داكو نبدلو اللور، نديرو فوالا نبدل اللور. هيا نديرو هذه كريكي، هذه نديرو الكريكي. هذه كريكي غادي تجيب لنا غير الحوت الصغير، هذه سيري ساتا غادي نحكم وحده. كيما راني هاكا نجبد في الخيط غير بالسياسه بلا رولا تاع لاسولي، باه نزيد لها في لا فيتيس تاع كيفاش نجبد الخيط. نعبص ار واحد دو فوا ولا تروا فوا ار. على حسب تشوفه مباشر ياكل الكريكي هذا الحوت اللي راه هنايا، راه يتقلش قلش علينا ولا كيف. والله راني فيه ماكلاش،
اوكي نبدلو نديرو له المايس. على بالي بلي الحوت هذا تاعنا يبغي المايس. نديرو له المايس. مقساش بعيد، قساها شوية بعيد منا. نبداو نجبدو في الخيط غير بالسياسة كيما هكا. باش يقول للحوت خالي ماهوش جيعان في هاد البلاصة، واقيلا شبعان. عليه نصبروا له شويه، لما كاش نبدلو بلاص. نو باش ياكل هنا الحوت هذا، والله ما كاش هنايا. تيتوريال غير ناجح، نبدلو بلاص، نبدلو ونشوفو اش كاين هنا. ايه كاين صور هنا تاع التفتيش، شافت شو نشوفو شو كاين. هذه خاوية ارمي الدرد، نخونوها الدار شوية هني في طريقنا، نخونوها. هذي قال لي عندي راه خلينا منها، نروحو نكملو التيتوريال تاعنا، نبدلو بلاصة كيما قلت لكم. اش نجو لهذا المستنقع هنايا. ايو نتمنى ما يجيش كروكودي ياكلني. نختارو الكنابيش توجو في الماري، نديرو اللور تاع الماري على حسب الشوفه. مكاش حوت كبير هنا كاين كروكوديل. بازي اسيي على الله. ايه كاين غير التمساح هنا. ما عليناش حنا رانا نسيو. إذا ما كاش هنا الحوت نبدلو كاع بلاصة نوخر كاع مالي لاكريس هادي مش عارف كيسموها. يا حار كاين حوت كبير. ها راه وينو اللي جون الصبر ولا شويه او جاي ناتيريوه. راه كاين زوج كاع، راه جاي ياكل. مكلاهاش على مكلاهاش كاين. داك مارك سين صيدو هادي. جيبوها غير حبة حبة كيما هاكا. راني داير لابيتا الصغيرة، كاع لابيتا الصغيرة ديرها بالاف. ايوا تقعد معبز الاسباس يطوب يولي يجبد في الخيط غير بشوية غير بالسياسة. حاجة اللي مازال ما فهمتهاش، الحوت علاه مباش ياكل. فوالا من ياكل كيما هكا تشوف الخيط نجبد كي شغل تيري
بعد تزيد لا فيتاس على تاع الخيط كيفاش تجي بدا الخيط كي شغل قعد مع بلوس اسباس سقم الكنابيش تاعك وعاود جيبها عندك. من يقعد يتزعبط كيما هاك يقعد يتخبط تلاقي الخيط كي شغل ما تجبدش كيما راني هاكا فوالا هاكا ونتجبدو عندي نعاود نسقم كنابيش ونتجبدو ونعاود فيها نعاود في هذا السيستم حتى اللي يحب اللي عندي غير بس يزعر فوالا نجبد نعاود نرجع نجبد من يقعد يتخبط هكا لازم نطلق اسباس ما يلقش نجيب الخيط اللي عندي سينو يتقطع فوالا نجبد نعاود نطلق نجبد ونرجع وهي رايحة نعاود في هذا الموفمون هذا حتى اللي نجيب الحوتيل عندي فوالا نجبد ونرجع نجبد ونرجع نجبد ونرجع فوالا هانا جبناها شاد الحوتة هذي يستير جون جون يوزن 6.61 كيلو نقارديوه نعيطو للعودة تاعنا اني خايف التيمساع دوك يجي ياكلني هنا البلاصة هذي راهي معمرة التماسيح شل العودة تاعي نديرو في العود ندوه معانا نبيعوه نشتيو تمساح ولا حوتة ولا شتيه ما عليناش نزيدو نعاودو نصيدو مي ضروك نسيي نصيد الحوت الصغير سيدنا حوتة كبيرة نصيدو الحوتة الصغيرة نشوفو واش كاين هنا حوت صغير ندبلو شوية فوالا نقصو لافيتاس تاع كيفاش نجبد الخيط فوالا مين نشوفه جبد الخيط كي شغل كلا نزيد لافيتاس تاع الخيط كيفاش نجبد هاني تشوف كي راه يجبد وليك من نقص لافيتاس ها نقص لافيتاس ونعبص اسباس نزيد لافيتاس بالار ايوينا انا جبنا حوتة صغيرة هذه صيدناها بالمايس هذا دوك نعاود لكم واحده اخرى باش تفهموا نعاود نبلاصيو المايس نقيسو الكنابيش تاعنا نقصو لافيتاس تاع الخيط كي نجبدوه هاديك هاكا راني منقص نزيدلو بالار دوك نزيدلو بالار عليك شوف كي راه جبت فيها نقصولو بالاف ها هو كي بدا يجبد فيه غير بالسياسة نقص لافيتاس بالاف يجبدو بالسياسة اني صابر حتى نشوف الكنابيش كي شغل نجبدت هاكا مشكيت نكذب واخا تسيب راني لحقت هاي اللي عندي نعاود دوك نفهمكم غير بالسياسة دوك تفهموا راني عاود روماركي الكنابيش كيفاش تهود من ياكل الحوتة هنا راك شتا هيا من ياكل الحوت نزيد لها لافيتاس تاع الموليني كيفاش نتجبدو فوالا نولي فوالا رابيد هاني جبتو رابيد معليناش رانا صيدنا تما حوتة صغيرة 538 غرام باه نعاود نصيد حوتة كبيرة ها راهي مال هيه هاديك نسيي نصيدها نجيبوها بهذا وراهي هي غير من هنا اوكي ما
نورمالمون تكونوا فهمتوا كيفاش كيفاش تصيد بكانا فيش هنا في ريدد اونلاين. صاينا الله مكملنا بالتيتو هذا، نكمل الفيديو تاعنا، نروح نصيد كاع البلايص اللي كاين في ريدد، كاع الويدان، شوفوا كاع انواع الحوت اللي كاين هنا. أرعد كان ولو وراه ايه كان في التعليق التعليق ما كلاش ما عطش. تشوف الكنابيش كيفاش فوالا قارع عليه حتى فوالا فين ياكل الحوت كبير هذا. زيد لافيتاس فوالا ندي الكنابيش عندو ونعاود نجبدها هاكا بيدي هاكا كيش تجبد هاكا نحركها بلاصولين بلاصولين ولي نحرك فيها اكوش اكر مني قاعد يتخبط نحبس ما نجبدش المولين اللي عندي سينو يتقطع الخيط فوالا مني قاعد يتزعبط هكا تبعها غير بالكنابش شغل بلاصورين نديها اقوش اضروات ونتبع الحوتة ورا فوالا هكا نجبد فيها ربي فوالا هاي بسيس ثم نفس الاولى بصح شحال توزن هذه الاولى نورمال وصلت 6 كيلو هذه شحال 6 كيلو اش هذه نرجعها للمي ليسونسيال ليكيب هذا الحوت هذا صيدناه في هذا البلاصه فوالا في لاك لاكراس هاني دوك نروحو ابي بري هاكا نروحو نتبعو الوادة كما صاريبا روحو ابي بري الواد هذا هنا هذا الواد هذا سونسي اللي كيف نتلاقاو ثما نتلاقاو في ذاك الواد نسي نصيدو هنا ونشوفو شنين و تلاقاو ثما ليكيب فوالا ليكيب انا لحقنا الواد اللي كتبكم عليه انا وين في الجي بي اس وراني خريطة راني هنا كما راكم تشوفو ونشوفو واش كاين النوع تاع الحوت هنايا واش من النوع اللي كاين كما قلت لكم شوفوا كانابيش مكتوبة الفوق ريفير ريفير نختاروا اللور تاع ريفير ها وين هذا اللور ريفير نختاروه شوفوا ابي بري لا كاين حوت كبير هنا ممكن كاين حوت كبير نقيسوا الصنارة تاعنا نبداو نجبدو بالموليني غير بالسياس لا فيتاس صغيرة كاع غير بالسياس فوالا انا حكمنا وحدة هذه نورمالمون موايا هذي ماشي كبيرة وراه كاين هنا داك البوت موسطاش هنا هذا حوتة موايا 2 كيلو هذه 2 كيلو هذي نمشي نصيد الحوت الكبيرة شا كاين هنا الكبيرة كاع نورمالمون كبيرة 15 اللي راه هنا
اها مو الفلوكة، اها بقطع لي الخيط نكت لك من الاخر. قطع لي الخيط وما تقطعش، هرب قاع الحوت. فوالا هذه نورمالمون الكبيرة، هذه نورمالمون الحوتي الكبيرة، هذا كان مسطاش هذا. أرواح براك رايح أرواح. عرفتها بلي كبيرة، يلا الحوتة هذي كان مسطاش. ايه ايه 6 كيلو، صيد تاع 8 كيلو. ليسونسيال في هذا الواد كاين مسطاش، يرجعوه للماء. ايه عيش على روحك، روح تعيش على روحك، رجعوه للماء. ليسونسيال في هذا الواد كاين الحوت مويان، شو نسيو تاع الماي شي يعطينا، الحوت المويان والحوت المسطاش. فاك نصيب سيو بالماي الشي يعطينا. أرواح فيجو الحوت هذا الصغير، ما كل ما تروح كاين هذا الحوت الصغير هذا. داكور نبدلو نديرو هذا، درت اللور تاع الواد شاد البركة هذي. ما بتاخش ونشوف شي يصيد لنا هذا. كان والو، كان والو نب، ما كان والو هنايا. تما كاين غير الحوت الحوت الصغير و المسطاش. فوالا سيو نبدلو بلاصة ونروحو هادي مي راه جيت الوين. ايه منا روحو هنا، اوه هنا سونسيل. او لا اوه هنا نتلاقاو تما ليكيبي. والله ليكيب رانا لحقنا داك الواد هذاك كيما راكم تشوفو. فوالا في الخريطة هاوني هنا إليزيان بول، شوفوا واش من نوع تاع الحوت لي اكزيستي هنايا. النوع تاع الحوت لي اكزيستي هنا كيفاه يدير، اختاروا اللير هذا ونتيستيو على الله. شي كاين حوت هنا كبير ما هوش باين، ماشي باين اللي كاين حوت كبير هنا. تيستي بغيت بالسيازة ونشوفو شي كاين ولا مكاينش. هنا نشوف فيه غير الحوت الصغير واقيلا، ما هوش باين اللي كاين حوت كبير. نقدمو ملح،
تنجو منا شوفوا شي كاين. هذا اللاك لاك لورد لاك، هذا هو اللير تاع اللاك هذا انسي اهل الله. كان والو ما اكزيست في قاعد كنت هنا وقيت سين اتيري كيما هكا ونشوفو. صبروا شوية في بلاصتنا نعدو نأتيري. واه هاي بسيس تنجيبو كاع حسب شوفها ما كاش داك الحوت الكبير هنايا. نب ما كاش كان داك الحوت الصغير باقي دابا كذا ما كان. لا نبدلو بلاصة طبعا ملهي لا نقطع الواد ملهي خلا نقطع خير يا نقطع يا نروح ليه. اها كاين حجم كاين حاجة لا كاين غير حوت صغير هنا ماشي كاين حاجة. راه نسي ماني خاسر والو نسي انا كاين غير حوت صغير هنا تسمي لا كندير اللير الصغير منديرش اللير تاع الكبير لازم ندير اللير تاع الحوت الصغير. فوالا لرتي راهم يدورو بيه الحوت الصغير برك. غادي نسيي واحد العفسة هادي تجربة غادي نسييها غادي نقيسها منا. لا عاود تجبد ايوا غادي نقيسو منا في الفيد شالا خلي اللور يغتر شون نصيد البروفوندور ملي جام درتها هذه اول مره راني ندير فيها كان والو كان والو اش نعاود نجبدو الخيط تاعنا غير بالسياس على الله نحن نحوصو على الحوت الكبير الى لقينا الحوت الكبير اللهم تبارك. ما لقيناش الحوت الكبير نقولكم الى الحلقة القادمة ان شاء الله. فوالا كلنا نصطادو كاش نصيدو بالدود نديرو الدود ايوا او نديرو الدود نصيدو به الحوت الصغير هذا حتى السنار وما قصتهاش نيشان هايا تجبد اش هاتشي السنار تاعك نيشان بالدود غادي نحكمو نهار اها هاي جاية نورمالمون ايو
تدودو ما بغيتوش تاكلوها؟ او شنو كاين؟ واه هذا الحوت الصغير هذا جيب دودو تشوفه. هلا بروشي ماي امبوازوني مسموم بي على بهم كاش الحوت هنا. رجع جاب المرج ليسونسيال اللي كيف نخدموا الفيديو تاعنا كيما هكا ان شاء الله ما كناش ثقال عليكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لنا جيم ابوني خلونا لي كومونتير ان شاء الله تكونوا تمتعتوا بالفيديو. بكم الى الحلقات القادمه ان شاء الله. تشاو تشاو.